هلا والله شباب، يعطيكم العافيه. معكم عبد العزيز، ورجعت لكم بالحلقه الثانيه من لعبه دانج لايت الجزء الثاني. اريدكم نبدا تضغطوا زر لايك وسبسكرايب، وشكرا من كل قلبي، شكرا على دعمكم بالحلقه الماضيه، الله يعطيكم العافيه. تبرتصوا دعمكم الجميل، وخلونا يا جماعه الخير نكمل باللعبه الاسطوريه والجميله جدا دي. بسم الله. اوكي يا اخوان، خلونا نكمل اخر مره وقفنا في كيف، يعني صار كذا المنطقة الآمنة. يعني احنا من ال في ما شفنا المنطقة المدينة اللي شفنا، المدينة اللي احنا شفنا بالصورة. يعني الحلقة الماضية كلها ما شفناها، كنا نشوفها بالعروض وكذا. بس اعتقد الحلقة الماضية وصلنا المدينة دي، عارف كيف، وشفنا الشخصيات الرئيسية باللعبة، بس لكن ما خرجنا، عارف كيف، بعالم اللعبة الرئيسي. فان شاء الله بالحلقة دي راح نخرج وراح نستكشف اللعبة بشكل أكبر. نهاية الحلقة الماضية كان يقول لي في شخص اسمه تكلمه، والله نسيت اسمه. في العرض اللي شفناه نهاية الحلقة الماضية، عارف كيف هم مسكوه هذولي، يعني الإبرة اللي ادوا له إياها عشان تعالجه وكذا. عارف كيف هم الناس مسالمين، بس لكن إيدن بطل اللعبة ده اللي نلعب فيه فجأة كذا هجم عليهم. راح نسرع الكلام ده، عارف كيف، عشان كله شفناه نهاية الحلقة الماضية، يعني اللي ما شاف يروح يشوفه. يعني زي ما اقول لكم صراحه، باين عليهم ناس مسالمين. انا راح امشي صراحه الكلام ده عشان كله شفناه. حلو الصراحه، لي في كيف كذا زي الاشياء كذا اوريكم اياها صارت بالحلقه الماضيه. فعرفي كيف تبع هاكون، خلونا نتبع دحين الصولجان. انت ايش اسمه الصولجان؟ بس خلينا نشوف هذا، ما اتذكر الدنيا سلاح هو، والله ما ادري ايش يطلع. هذه اسلحتي من الحلقه الماضيه، الاسلحه اعتقد انه بدك تصلحها، اعتقد بدك تصلحها، بس ما ادري ممكن زي الطاوله وكذا. احنا خلونا نحط السلاح ده وخلاص. ايوه خلونا نكمل. بسم الله، ثواني يا جماعه الخير، شوف كذا القائمه وكذا، خلاص يبقى كله تمام. خلينا الحين نكمل. اوكي هذا هو علم اللعبة، شوف كيف من جد والله نوت باد، يعني صراحة شكله رهيب. طيب في عندنا يمكنك مساعدتي في الوصول الى هناك، كيف اصل الى النفق؟ ما اعتقد راح يساعدني، واضح انه راح يبقى هنا، فخلونا خلاص نخش بالمهم، نقول له كيف اصل الى النفق. It's my specialty. Where's the tunnel? Not so fast, cowboy. You won't get far without a biomarker. You are a threat to everyone. And you've already seen how people in Villador react to a threat. واضح لازم اسأله كل الأسئلة، فخلنا نسأله. Well, can you help me? You seem to be familiar with the city. I've lived in this city. أتمنى يساعدنا صراحة. I could help you, but you need a biomarker. You won't get far without it. Where are you from? Pretty far, I guess. About 2,000 kilometers. Oh shit! How the heck did you not get infected? That's easy. Didn't let him bite me. Here it's different. Here we're all infected. Heard of Haran? They isolated Villador too. They built walls. They locked us in. Turned out to be the thing that saved us. And how do you get a biomarker? You can't get them. Unless you know the right people. And I do. Let's go. By the way, I'm Hakon. I'm Aiden. Nice to meet you, Aiden. Welcome to paradise. الله الله والله، دحين ما ادري اشوف الخريطه. الحلقه الماضيه اتذكر والله راح خليني الحقه. الحلقه الماضيه اتذكر انه ما كان بدك تشوف الخريطه، بس لكن الحين يا جماعه الخير زي ما انتم شايفين بدنا نشوف الخريطه. نفسي ارفع سرعه على فوق ماني قادر. والله خريطه
يعني شايفين انتم ما شاء الله بنايه كبيره اوكي. باين انه قدام راح نشوف الاشياء بشكل اوضح، بس ليش نمشي بشكل اكبر؟ بس خلينا نشوف هذا ايه. هنا في تاجر اوكي، محطة مترو هذا. خلينا نكمل تبع هاكون، عارف كيف؟ خلونا نتبع هاكون. الحلقة الماضية كمان تعلمنا تعلمنا عارف كيف بدايات على بداية عن القتال. جيب النقص ذي اوكي جبناها. القتال صراحة والله جدا حلو باللعبة، يعني ما فتحت الا مهارة واحدة والله كان جدا حلو. اوكي اتوقع قدام لما نفتح مهارة بشكل اكبر كيف راح يكون ممتع واسهل كمان. تجيب النقص ذي ان شاء الله متى. يا لطيف اجر من جديد. You're too weak. Without an inhibitor you won't last. Didn't I smash everything inside last time you gave it to me? هو لازم النفس. Just the first time. But then it gets better if you survive of course. لازم بسرعة. كان لازم. عارف كيف؟ If I hadn't given it to you. يعني من اللعبة نفسها ما كان بقدر يطلع. لازم عارف كيف السلم. نزل لي هيكون. So why are you helping me? I know people are generally scared of you guys, but one pilgrim saved my life. I was a pilgrim. Now I'm infected. It'll be much harder to travel. Then welcome to your new beginning, my friend. Check out this place. They're like treasure chests. Usually got good stuff in them. Check it out. I'll wait. خلونا نشوف ايش فيه هنا. طب يقول لي بساتين الأسطح، هنالك فرصة لأن تعثر على بعض الأسلحة المنسية هناك أيضا. عارف كيف؟ يعني بان الأسطح ده بلاقي فيها أسلحة جديدة أوكي. عارف كيف؟ شيء جدا حلو. وريني كيش فيه. طيب ترى في سلاح رهيب حول، صدقوني. In case someone can't make it back to a shelter before. اوه الصندوق ده، صدقوني شيء طيب بالصندوق ده. وريني كذا ايش فيه. ان شاء الله اصلح طيب. What's that? ايش الشيء ده؟ Someone must have stashed them here. They formed after the chemicals were dumped on us. Some believe they delay infection. Folk superstition. So you don't collect them? Sure I do. Superstitious people pay a fortune for them. And I am always happy to take someone's cash. There's one specific chest I'm after. Come on, let me show you. النواة البلورية البيضاء. هذا أعتقد أعرف كيف ممكن أبيعه وأخذ عليها فلوس شيء زي كذا. خلونا نكمل نتبع كيف. تنقل صراحة صرت أحسه أخف من الجزء الماضي حتى القتال. إيه وراك أنا. أوه So, you have an army here? The peacekeepers. They treat people like that too. Watch out for them. They guard the tunnel you want to go through. كيف كذا؟ طب لازم أواجههم ولا إيش؟ طيب مكتوب أخبرني بالمزيد عنهم. يبدو هذا مألوفا. سأحذر منهم. أيوه خلو أقول له سأحذر منهم. I'll proceed with caution. Good. Though it might not help. The PK are a pain. Seriously riling up the bazaar folks. The bazaar is a box of dynamite, one spark away from blowing up. Hey, are we going? You wanted to show me something? Sure, follow me. ما أعتقد إنهم شافونا. خلونا ننزل دحين. أوكي.
اوكي على بيضاء على الطريق سكلها من هنا ولا بس روحوا بالبداية وحلو الحقوه. ان شاء الله يجيب النقزة ذي. لحظة صراحة ملاحظ اللي هي الاستامنة قوة التحمل على فكرة في النفس يعني جدا مهم باللعبة ذي. لازم بسرعة قبل ما يتعب. شايفين كيف العداد ده؟ لازم بسرعة قبل ما يتعب عشان لو تعب صدقوا فجأة يطيح. هذا الشيء مختلف ما كان موجود بالحلقة الماضية بالحلقة باللعبة الماضية في الجزء الماضي. وريني كذا اشوف ايش فيه هنا. شيء جامد على فكرة. Fuck. Thieves. Wait. No, leave it. Mess up that lock and everything's fucked anyway. Enough for a biomarker? Where'd you get that? I've been all over this city more than most, but even I haven't seen working GRE equipment for years. في عدة من الأفضل لا تعرف من أحد علماء جهود الإغاثة العالمية. I can't say much, but a former GRE scientist Dylan gave it to me. A guy named Waltz killed him. And before he died, Dylan gave me the key to keep it from Waltz. Contains important information, apparently. I hope to find out more at the Fisheye. We'll have to see, won't we? Fuck me. We took too long. Plan B. لطيف. هو كيف الليل جاء فجأة كده؟ كنا بعز النهار. عارفين هذا الشيء قاعد تصير الايد من بطل اللعبه دي من الحلقه الماضيه. ما ادري ايش هي صراحه. We need to find a UV lamp. The bazaar. We can make it. Follow me. Quick. انا فين البازار ذا؟ ان شاء الله مو بعيد. طيب ضوء الاشعه فوق البنفسجيه. عارفين كيف؟ عادي تخلي الحوش هذول فاكرين اللي بالجزء الاول يطلعوا لك فجاه كذا. يعني لما تديهم الأشعة فوق البنفسجية خلاص يعني ما يتبعونه بإذن الله. بس بسرعة. أوه هيا. والله لازم بسرعة هيا. والله ما أدري إنهم وراء ولا لا. بس أكل مكان لازم نوصل له خلاص قريبين منه. وراه يا سلام هيا. Open up. Hello. Stand in the light. Hakon. Come on. Open up now. Hakon, a howler's coming. Biomarkers. There's no time. We've got the howler on our asses. Biomarkers. Didn't you hear? Behind us. I said biomarkers. Here. And his? He's with me. I have to see his biomarker. Let us just inside the door at least. I need to see his biomarker. How about some electronics, huh? Fucker! Open up! لطيف جمعهم الله ياخذه. شوف كيف قاعد يجمعهم. والله نفسي واجهك بس لازم اشرد اشرد اشرد. هذا اسرع شيء ترى. والله والله ورايا. يقول اطل وراه. والله قاعد يطلعون من كل مكان. اوه حيا وراك انا. اوه والله ما ابغى اطلع ورا. ان شاء الله يجيب. قاعد اسبقه هيا. اوه والله كثيرين.
Killian, it's me. Open up. No friends here, huh? Killian, keep them busy. Killian, fuck you, Killian, come on. Killian, trip over my body this morning and get killed. يا اخو اش تبغى نسوي والله زعما واجههم دي كفو شوف السلاح والله ضاق السلاح معايا كل حط الغرغرينه حلقه ماضي جبنا سلاح اسمه الغرغرينه اللي بعده حتيجي انهي كفونا هنا روح جديد اوه يديرت ادوت وي دون ترابل لافز كومباني والله جين يا سلام قطعنا تقطيع والله كثير والله ياخذهم طب بقى واحد هو السلاح كيف حقنا خرب بس الحمد لله السلاح الثاني عرفت كيف جاء يعني على طول شيء حلو صراحة والله أنا قريب أموت والله لازم أتبع والله شكله حموت الحمد لله تحت المطاردة شوف الهيلث حقك إيه ربك باقي لي تقريبا أموت لا اوكي كفو الاشعة فوق البنفسجية دي عارف كيف؟ تبعدهم God damn it, Killian. Should have waited a while longer. Almost did. Didn't want to clean your guts off my doorstep in the morning. They've left sulking you. Oh, come on. Stop being such a bastard already. Look at this. Where did you... That's rare. Invite us in, or it'll get even more rare. And who is this? خلونا نقول له. بن إيدن. I'm a pilgrim. Haven't been here long, have you? How did you get into town? I'll tell you everything, just let us in. I waited for a pilgrim once. He was supposed to... Oh, forget it, doesn't matter anymore. What are you up to, Hakon, huh? I gave him an inhibitor. He survived. Are you mad? He needs a biomarker. Don't have one. Bullshit. Seriously. Motherfucker. The hospital, then. I was hoping to avoid it. Always looking for an easy way, huh, Hakon? I just need a UV lamp. I'll come back for you. Hold tight. Hakon, why are you helping him, huh? Remember when we used to help people? Me? Sure. But I doubt you do. Stay here and rest by the lamp. Don't listen to that dumbass. Idiot. We used to help people, remember? Sure, I remember, you moron. أخبارك اليوم على فكرة بعير هذا مكان آمن. الخلود للنوم. خلونا حنا. بدنا نأخذ سلاح ده. أو تبديل. أو يقول لك كده إنه أقوى ولا. فكرة. اعتقد انك تشوف هذا السلاح بس وشايف شيء شايفين السلاح موجود جنبه دارتين كذا اتوقع يا جماعه الخير هذه الاشياء تحطها للسلاح يصير اقوى والله رهيب اللعبه الى الان يعني شوف اكون صريح معاكم انا قبل ما ابدا اللعبه شفت التقييمات حقتها فين
والله التقييمات كان لك عليها، كنت صريح معكم، أخذت اللعبة كم 78%، بس والله دائما لا تصدقون التقييمات، عليك باللعب انت لعب عزيز المشاهد واحكم. فوالله أنا من اللي يعني شفت والله اللعبة حلوة إلى الآن. Very funny. Did you make it? Almost. Biomarkers are at the GRE hospital. I'll be there shortly, but to get the job done, I need you to join me. Where should I go? With Killian's door to your back, you'll be pointing right at it. Hold the line. طيب قابل هاكون عند المستشفى. فين كيليان؟ طب ما كلم ما قلوا شيء. لما نخلص بس نغادر من هنا. مدري ما شفت مهارات أنا. طيب مكتوب الاستكشاف الليلي. في أثناء المطارد يمكنك الباحث عن أماكن الاختباء على الأسطح والاختباء داخل ضوء الأشعة فوق البنفسجية. عارفين نفس النظام بالجزء الأول. يمكن الوحوش يطلعوا لك بالهذول زيهم، بس إيش تيجي عند الأشعة فوق البنفسجية عارفين كيف، خلاص يصيروا ما يشوفوه. مرة شيء حلو صراحة. بس شوفوا كنت صريح معكم، الأشياء اللي أفتقدها الجزء الأول كان فيه خريطة صغيرة كذا. أدري لا تم حطوها، يعني هو فوق فيه خريطة، هذه اللي فوق خريطة دي الخط المستقيم، بس ما أدري يعني والله ما أدري يعني كلها حلوة صراحة. None that I know of. Sorry. It's fine. What normal person would want his kids to see a world like this? لا شافوني ولا ايه؟ مو معقولة. ما دام بتسلقوا هنا، ما دام بتسلقوا هنا. والله ظنهم ورايا. يعني له ثواني معلش. خلوني بس اشوف، انا معايا مهارات بالله بس بشوف. لا والله ما معايا. بشوف الخريطة المكان اللي ابغاه فين. اوه خلاص قدامي. قدامي. بس والله شكلي حموت الله يستر. ان شاء الله اجيب النقزة دي. لا طلع طلع. اخر شيء ابغى اني امشي على الارض. اوكي هذه المستشفى. ادخل. لا مطول يا حبيبي. The lock is broken. Don't worry. Find the old bus. A bus? At 0 hour, a bus crashed into the hospital. Broke through the wall. You can use it to get inside. فين طيب؟ If someone could get in, there's a good chance there'll be some markers left. أوه والله طلع لي. لا. يا لطيف. بس كيف أوصل هنا؟ والله أعتقد كان بدي أجيب النقزة ذي. لا والله شكلي حموت هنا. لا. اطلع اطلع. اوكي وريني كذا. اه ياخذكم خلونا نعرف اشوف. ايوه من هنا. نايس اوكي. هيا يا ساتر. والله ما في وقت اشوف ال... يا الله الله ياخذك شيء هنا. انا شكلي حموت هنا. لا. يا ساتر. اول موتة. والله صراحة مهمة مرة مجنونة. خلاص خلنا نحط العود للحياة. والله كانوا كثيرين الله ياخذهم. Keep to the roofs. Cause if the howlers spot you. Yeah, I know. Don't want to go up against any of those anytime soon. يا الله شفت كيف تمرجح. Once I was taking my second wife. خلنا نخطف الكشاف. Never drove that fast in my life. Her waters broke 3 months early. There was no saving that one. And other than that, none that I know of. Sorry. It's fine. What normal person would want his kids to see a world like this? انتبه. والله مهم السم. يعني يبغوني ارجع من جديد. وجرب المفتاح، وانا داري المفتاح ما في كيف. ما راح يجي.
لازم نجرب من جديد. خل نجرب. The lock is broken. Okay, كيف ضبطت النكزة دي؟ والله صدفة ترى. A bus? At 0 hour, a bus crashed into the hospital, broke through the wall. You can use it to get inside. Okay. Since no one could get in, there's a good chance the workers left. على يساري كثير، لازم نتبه. نفس عارف ليش في شفت شنطة هنا بين فيها شيء طيب. ورينا كذا. يعني تذكر الحلقة الماضية. علموني كيف اسوي اسعافات واشوف الطريق كامل هنا خسارة. بس يلا فكرة يعني قاعدين نتعلم على اللعبة. هذا شيء طبيعي، اي لعبة اول ما تبدا فيها يعني لسه ما تعرف لها زين، بس والله مع الوقت تصير معلم. اي لعبة والله. بالله بس معلش ثواني. خلينا نشوف الصناعة. بدنا نسوي اسعافات. او متاني كفو. 6 مدى نسوي مو معقولة. وريني كذا. يا السلام، هو ذا اللي نبيه. صار معي 6 من الإسعافات. خلاص أنا كذا وضعي بالسليم. كيف أطلع لك أنت؟ ما في شيء شايفين؟ والله شايف الشنط. بالله بس معلش خلوني بس اروح اشوف ايش تطلع الاشياء هذه، وخلونا ناخذ الاشياء هذه. والله شايف في اشياء هنا بس ما ادري كيف توصل. اوه ما عليك عيب، راح تيجي هنا بس مو دحين. شفنا وحوش، الله يستر. يعني شوفوا باللعبه دي في الجزء ذا صار مد معلش يا شباب بالجزء ذا مداك تسوي ستيلث، يعني تجي من وراهم وتنهيهم عارفين اللي هم الزومبي. بالجزء الماضي ما كان مداك تسوي كذا على ما افتكر، بس بالجزء ذا مداك. بس ما ادري، ملاحظ انه بطيء والله، مو مره سريع. بس متاكد 100% في مره راح نفتحها قدام راح يصير اسرع. فين ايد ذا اللي نلعب فيه؟ بس خلينا نشوف ايش فينا. اوه خلونا نعيش نفس الاشي. والله والله ما ادري، احس ما ادري اخذ كم ضربه كمان. You know how to open locks? Sure. Turn the key. What if you don't have a key? Hakon, I've traveled thousands of kilometers. You think doors are a problem for me? Okay, just checking. I think this room should have all the instruments you need. Sure. نبغى القفل. I found some scrap. You can make lockpicks out of that. طيب ما دام نسوي اللي هو فاتح الاقفال، عارفين باللي هو الصناعه، قسم الصناعه. خل انا بس اجي قسم الصناعه. الصناعه اوكي. اوه بدنا نسوي 14. هنسوي 2 بس. اوكي. ها اخر كذا خلينا نشوف. هي نفس نظام الجزء الأول، فاكرين الأقفال بالجزء الأول؟ نفسه. أوه تبه تبه، أتوقع لازم أجيبها كذا. نايس ظبطتها. You didn't lie. You know your stuff. I had no other choice. Was forced to know my stuff. والله هو في وحوش حول. بكيف انا مصرهم راح يطلعون، انا بس ممكن قدام. بدنا نطلع من هنا ومن هنا اكيد. مداك مرة صراحة مرتاح انه معانا 6 من الاسعافات. يعني واضح انه راح نواجه وحوش قدام. فبما انه معي 6 يعني عليكم اطمن.
امل باللعبة الجميلة ذي. عارفين لما كنت اقول لكم انه اللعبة اخذت تقييمات صراحة مي مرة عالية، يعني والله لا تصدقوا التقييمات صراحة. يعني عندكم Days Gone، بس خلوا العرض يخلص كيف اكمل كلامي. Aiden, everything okay? Yeah. Are you sure? Talk to me. خلونا نقول هذا المشفى كنت في مكان ما كهذا. This hospital. I've been in one like this before. يعني هو من بداية اللعبة هدفه إيدن. I'm having these. His memories. انه لقي عارفين اخته. The person I'm looking for is Mia. She's my sister. I told you about Walt before. Mentioned something. Yeah. I don't know. It's all mixed up in my head. You suppressed the memory. Like I did of my third wife. Look, I'm sure the infection ain't helping. Chin up. We'll find the marker and clear out. Let's go. Yeah, thanks. اخوان خلونا نكمل. عارفين كيف زي ما كنت اقول لكم انه السعر كيف نزل فجأة كده. لعبة Days Gone لما نزلت اول ما نزلت اخذت تقييمات صراحة جدا سيئة، بس لكن الكل حب اللعبة. يعني انت شفتوا كيف Days Gone كانت والله لعبة حلوة، فلا تصدقوا التقييمات صراحة. هي صراحة اغلب الاحيان اكون صراحة معكم كونوا صادقين، بس ما ادري يعني بعض الاحيان يعني يضربوا الالعاب صراحه. يعني جبت لكم مثال انا Days Gone كل حبه بينما قيمه تقييم يعني سيء. بقول لي اتبع هاكون ونتبعه. شوف كيف الله يستر. والله ما اعتقد انه لازم اقتلهم، كل علي بس اهرب من هنا. اوكي كده اعتقد معناته ما هم شايفيني. اوه يا ساتر شوف ذا قديش قريب الله يستر. بس شوف شو عندنا هنا، كل شيء طيب نستفيد منه. يا سلام دي كل شيء حلو نايس، اخذنا كل شيء. هذا نكمل علينا وريني كذا. اوه والله كثيرين، اعتقد لو شافوني خلاص جيم اوفر. ما ادري ايش يطلعوا ذولي، صدقوا لي ما هم زومبي ذولي، يعني وحوش كذا من نوع جديد. عرفت وشايفين كل وحش صراحة أنا ملاحظ من بداية اللعبة محطوط فوقه كده رقم واحد، أعتقد هذا المستوى مستواهم يعني واحد. أوه انتبه، أتوقع لما نمشي باللعبة بشكل أكبر مستويات الوحوش راح تكون أكبر. خلاص تحمد أنا نمشي بشكل عادي. Nasty shit. When they lost control of the virus, the GRE started spraying the whole city with that filth. Worked out great for them, huh? Mm-hmm.
والله الحمد لله صبرنا منهم. اعتقد قدام راح نواجههم الوحوش ذيك عارفين. ورينا ايش فيه. اوه هم تحت. صدقوا ما نقصت كذا مشيت سيده يعني كنت قريب اطيح هنا. الحمد لله ما طحت. So this guy you told me about. What did you say to him? Yes. Why did you mention him? Because I remember he was doing some kind of experiments. He wasn't the only one doing them. There were more cities like Villador, with walls cut off from the rest of the world. Many people were working toward a vaccine, Aiden. But well, the world is full of shitheads. لا طبح طب بسرعة مصيبة والله لو تفرقنا. Give me a sec. Hurry. We're running out of time. طيب الحمد لله ما طحنا بزيادة عارفين كيف. بس ما ادري كيف اطلع له. اه من هنا. والله ما ادري هو النفس حقه. شايفين يتعب بسرعة. تقول راح يطيح. شايفين كيف؟ نفذة قوة التحمل. Wait. I've got an idea. من اللعبة نفسها. Inhibitors. Exactly. You fell to the first floor. There's some GRE storage down there. Look for white, green crates. Inhibitors should be inside. If you take another dose, you should get your strength back. يا حبيبي. يبغى ناخذ زي المنشطات كذا. طب قول لي مفتاح وصول لجهود الإغاثة العالمية. باين سأل المفتاح ده كيف افتح فيه الصناديق دي اللي اتوقع انها كثيرة بعالم اللعبة. اوكي. في صندوق هنا. اعتقد خلاص يعني اوريد يعني من دحين يعني خلاص مع المفتاح انا فكل عليه اروح. شايفين كيف؟ انا بس انزل. ممكن تنزل. لا خلاص انزل. ممكن نزلنا. فمعانا مفتاح. كل عليه اروح وافتح الصندوق. ناخذ ال يا ساتر بس في الوحش ذا. الله يفجع. اوه سريع كمان يخرب بيته. والله لو شافنا خلاص اعتقد راح نموت. يقول لي تعال من وراه. كيف نجي من وراه؟ والله ما ادري. طيب انا كذا متنك وريني كذا ايش فيه هنا. المشكلة ما ادري فينه. دخل من هنا الله ياخذه. انا مداني ادخل من هنا؟ لا والله ما مداني. وريني هنا ايش فيه؟ خلنا بس اشوف هنا ايش فيه. في
الأشياء دي نحتاجها قدام. طريق بين من هنا. وريني كذا. أوه يا لطيف كثيرين هنا. يا حبيبي هو بيجي. لازم تندس هنا لما يجيك. والله اللعبة صارت أصعب. يعني فين الجزء الأول وفين الجزء الثاني؟ فرق كبير أخوان. بس والله صارت أحلى كمان. أوه والله جاء. والله كنت قريب أمشي. أعتقد إنه بدنا نجي من وراء ودي طعنة. والله ما أدري ما بقى خاطر. مو شايفني تخافوا. معلكم مو شايفني. بس ما أدري فين. أوه والله متاك. أوه. والله صدقوا لك عبالي جافري. اتوقع جاني زي الخيار كذا بدك تنهيه. لا والله ما مداك. لا العيد انزل من هنا. اوكي ما في حد هنا. طريق من هنا. اوكي من هنا. الحمد لله. صدق لك كان عبالي خلاص اني مت. سرقوا تحمس. والله دوبه ما ادري كيف ما هجموا علي عرفك. احنا على الخير صراحه شرت. هذا هو الصندوق وريني كذا. والله رهيب اللعبه الى الان. يعني ما ادري ليش والله العظيم ما ادري ليش اخذت تقييمات يعني ميكت كذا عرفك. اوكي هذه ترقيات اعتقد شيء زي كذا. يعني مين مهارات ترقيات عرفك. يقول انت بحاجه لثلاثه مضبطات. والله ما ادري ايش تطلع الشيء ذا الاشياء ذي لترقيه قوه التحمل او الصحه. والان اختار قوه التحمل لتكون قادرا على التسلق مسافه اعلى. يعني ما يمدي لي ما يمدي. شايفين يعني عشان اقول اللي هو الصحه احتاج من الاشياء ذي. لا معقوله 126. طب خلونا نقوى الصار في قوة التحمل استمنة. والله عجبني صراحة الشغل اللي مسوينه هنا. يعني شيء جدا حلو صراحة. في كيف الصحة والتحمل والمناعة. المناعة تسمح لك بالبقاء لمدة أطول في الظلام. مرة شيء حلو صراحة. بإذن الله مصير أفتح مهارات كلها عارف كيف بس مع الوقت. أدري أسلح معي بس. أوه معي أسلح هنا. ما مدري اعتقد اني حطيته كذا. بس اسلح عندي اقوى. خلاص خلنا نكمل الحين. طيب يقول لي عد الى فتحة المصعد. باذن الله الرجعة يعني سهلة. ايش اللي اخذته ذا؟ قطعة عصا. وريني كذا عجبني شكلها. خليني اشوف كذا. هو التحمل شايفين صار اقوى. ما ادري ايش الشيء ذا اللي باليسار. عملة ذهبية ما ادري حقتها صراحة. ممكن اشتري فيها وكذا. اطلع له دحين. خلاص لا عاد ما ادري اطلع لك بسهولة. جيب. اوه على خير. ما ادري فين راح. راح هنا. Let us lead. You were gone a while. How are you feeling? I'm infected, but good to go. Yeah, that's great. Sorry about this. What? Sorry about what?
About that. On behalf of all its whores, bandits, and idiots, I christen you a citizen of Villador. You're about to turn. Get into the light fast. Oh, يا لطيف. شو تبغى نسوي؟ يقول لازم تروح للنور بسرعة. يا سلام صار سريع. هالتعس. هو هذا جاء كمان. يهي لازم بسرعة. هالتعس. Pilgrim, huh? I never wanted to become a pilgrim. I just sort of fell into it. Roamed the country for another reason entirely. I'm looking for my sister. And then what? Then? What will you do once you find your sister? سنستقر في مكان ما. ايوه سنستقر في مكان ما خلونا نقول له. عندكم يمكن. Find some place for us to live. You know, some place quiet. Gotta settle down somewhere now that I'm infected. Where will you go? Any place is better than this city. Well, that's a pretty low bar. I'll find a place where people aren't afraid of pilgrims. Aren't afraid of me. It'd be nice not to have to run and hide for a while. I always wanted to catch fish. Fish are good. Well, I have a very specific plan. You look like someone with a specific plan. I'd like to live by the ocean. You know, it's supposed to be easier there. I always wanted to learn how to surf. What, you find a bunch of old postcards or something? Ah, don't laugh at my dreams, man. I know one thing. I have to get out of this city. It's killing me, right from the inside. Will you help me? The ocean's a long way from here. And we're both infected. People don't want pilgrims for their neighbors. Fuck people. I will help you with them. And you can help me survive on the road. You know the routes. You know how to survive out in the open. What do you think? We cover each other's asses. How does that sound? صراحة عجبني ذا هاكون عارفين. يعني مبدئيا صراحة عجبني. فأنا أقول اتفقنا. Okay. مرتاح له صراحه حسه كذا حيساعدنا كثير. Awesome. Deal. You won't regret this, Aiden. I promise. As for your goal, here's the situation around here. After the PK commander was murdered, they blocked the route to the center. They're trying to keep the killer from escaping. To get to Fisheye, we have to outsmart them. But I know when they change the night guard. That will be our chance. Gonna get the stuff we'll need for the passage. I have to suss out our odds. Meantime, take a look around. Live a little. Come on. Let me show you something. اوكي يا اخوان. صراحة انا كنت راح انهي الحلقة هنا بس لكن خلونا بس نشوف ايش عنده. اوكي. يورينا شيء. Here. You'll need these. Take a look around the city. Old Villador. Plenty of interesting spots to check out. بين دحين اللعبة تبغاني لفلف بالخريطة واستكشف كذا. استخدم المنظار المكبر في رصد الطاحونة. يقول لي ليه؟ مكتوب ستضاف المواقع المكتشفة عبر المنظار المكبر تلقائيا إلى الخريطة لديك. اوكي. كيف احطون المنظار؟ كذا. طيب بما اني شفت الحين ايش استفدت؟ You see the church? That's where the howlers were after us. It's the center of the district. ادري بلي شايف كنيسة. فين كنيسة؟ فين كنيسة؟
هذيك يمكن. هي دي الكنيسة. اوكي اعتقد هي. You can find notice boards with missing people around the city. One of them is near the church. Maybe somehow you'll find something about your sister there. And if not, just have fun. The world's already ended, right? How could things get any worse? I'll be back in touch when I've got a handle on things. شوف كيف اللعبة تبغى نسوي أشياء جانبية لين ما تجيني مهمة رئيسية. الفكرة شو كيف؟ يعني قل لي في أحد تلاقيه بالكنيسة ده اللي هنا، راح أديك معلومات عن أختك فينها. وقال يعني على بال يعني راح شفت أنت باللعبة مترجم إيش بينهم، إنه يعني راح يعني مع الوقت تجيك المهمة الرئيسية. فصراحة أنا راح ألعب المهمات الجانبية الفكرة، بس أكمل مع الوقت إن شاء الله. فخاصنا شباب راح الحلقة هنا، الله يعطيكم العافية على المشاهدة. إن شاء الله اللعبة والله فيها أشياء كثير، وأنا بإذن الله زي ما أقول لكم مع الوقت راح أفهمها بشكل أكبر اللعبة، مو بس مهمات رئيسية وخلاص. اللعبة ما شاء الله فيها أشياء جانبية كثيرة كثير، أعرفك أعرف كيف. فبإذن الله مع الوقت يعني راح أعرف المهمات بشكل أكبر، راح أفهم اللعبة بشكل أكبر. صدقوني اللعبة ذي بإذن الله يعني راح تضرب مني، راح أنزل عنها أشياء كثير. شوف الأشياء الكثيرة اللي جبناها ما شاء الله، بس بما أننا ختمنا المهمة دي عرفت كيف؟ مرة صراحة شيء حلو، زبطوني بالبابوني شو حصل كل شيء. فإن شاء الله يا جماعة الخير راح نكمل الحلقة القادمة. كذا وصلنا لنهاية حلقتنا دي. أتمنى الحلقات إعجابكم، أتمنى ما تحرمون من دعمكم، ضغطكم على زر لايك والسبسكرايب. أنا بإذن الله أشوفكم في الحلقات القادمة. في أمان الله.